ماذا نعرف عن مدرعة رئيس وزراء سلوفاكيا الذي تعرض لمحاولة اغتيال؟ إنها A8L Security، محصنة بمعيار VR10 الذي يمنح زجاجها وهيكلها من كافة الجوانب تصفيحاً متيناً ضد الرصاص الخارق للدروع، ومحصنة من الأسفل ضد المتفجرات والألغام. مدرعة أودي قادرة على السير بإطارات معطوبة لمسافة 80 كيلومتر وبسرعة 80 كيلومتر في الساعة، وزنها 4 أطنان. لذلك زودت بمحرك كبير بحجم 8 اسطوانات وسعة 4 لترات بقوة 600 حصان وعزم دوران يصل ل 800 نيوتن. السيارة من الداخل مزودة بأعلى درجات الرفاهية، وإذا تعرضت لغازات سامة ستغلق نفسها بالكامل وتمد من فيها بالهواء النقي. مزودة بمعدات اتصال بالأقمار الصناعية ونظام إطفاء حريق من فوهات مخصصة وبطاريات إضافية، وإذا أغلقت أبوابها جراء الخطر ولم تفتح ستفجرها تلقائياً لتحرر من فيها.